لك احمد، شو اللي رايك بجاسم؟ يا اخي هو خوش ولد بس تحس خطه ديني قافل. يا ترى من الالوان اللي عرضتهم منو الاحلى، الابيض الاصفر والاسود؟ انا بالنسبه لي الابيض. وانتم؟ هذا يعني هل انه الاسود والاصفر مو حلوات؟ اكو هواي راح يعارضوني، وهذا الشيء كلش طبيعي لانه مو الكل يحب اللون الابيض، ونسينا انه اكو بعد عشرات الالوان غير هالثلاث الوان. تخيلوا الحياه لو بيها بس اللون الوحيد اللي نحبه، وتخيلوا لو بيها بس الفريق الوحيد اللي نشجعه، او لو بيها بس الدين الوحيد اللي احنا نعتنقه، ايش قد الحياه راح تصير ممله وما بيها اي معنى. زين تخيلوا وياي اكو لعبه لبرشلونه بس بدون ريال مدريد. لنتخيل احسن. الاختلاف ضروري جدا بحياتنا وضروري ديمومتنا. ضروري نختلف بالسياسه، بالاقتصاد، بالرياضه، وحتى بالدين. كلش ضروري. بس بحكم على واحد من توجهه وفكرته المختلفه عنه مهما كانت بسيطه. مثلا نتخذ من الشخص عدو انه ونحقد عليه مجرد انه احنا نعرف افكاره ما تشابه افكارنا. هذا خوش ولد بس ملحد، ذاك خوش فلان بس يشجع برشلونه، هذا خوش انسان بس هذا قاطع الانتخابات، ذاك خوش ولد بس ذاك شارك بالانتخابات. طبعا من حق كل انسان انه يكون مختلف عنك، مو شرط اللي يشبهك يلا تحبه. التنوع مطلوب، والحياه ما تمشي باللون الوحيد اللي احنا نلبسه. ايش قناعاتك وحبها بدون ما تفرضها على الاخرين، لانه الكره الارضيه من وجدت ولا تدور على مود ارائنا وحبنا.